حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم رمضانيات. من هذا المكان كان يبكينا، من هذا المكان كان يضحكنا، كان يقدم رسائل كثيره للمجتمع القطري. رحمك الله يا الفنان عبد العزيز جاسم. اليوم احنا معاكم في حلقه مميزه عن الفنان الراحل عبد العزيز جاسم. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى منزل أنجب الرياضي والإعلامي وأيضاً الكاتب ويعني وأنجب خامة يمكن لن تأتي مرة أخرى. أنجب فنان أسعدنا في رمضان، أبكانا، ضحكنا، الفنان الراحل عبد العزيز جاسم. إحنا اليوم بين أسرته، إخوانه، أحد أبنائه. مهما تكلمنا عن الراحل عبد العزيز جاسم ما راح نوفي حقه، وفانا كثير من حقوقنا خلال اكثر من رمضان، خلال سنوات طويله يوميا كنا نتابعه، وايضا نتشوق لما يقدم من مسلسلات وبرامج في شهر رمضان المبارك. احنا اليوم وياي محمد جاسم الجاسم، وايضا علي جاسم الجاسم، ومعاي اخوي ايضا سعود عبد العزيز الجاسم. راح ابتدي مع محمد. محمد قول لي في البداية ذكرياتك مع المرحوم الفنان عبد العزيز جاسم في رمضان. نعم، الحقيقة يعني الكلام عن عبد العزيز يمكن ياخذ لنا وقت كثير ولا يسعف الوقت هذا القصير، لكن جزاك الله خير على وجودك معنا، على انك تذكرت احد يعني الاشخاص الذي اعطوا لهذا البلد واعطوا لهذا الوطن واعطوا للناس رمضان. كل من رمضان يتذكرون المرحوم عبد العزيز جاسم الله يرحمه. الله يغفر له. الحقيقة يعني أنا أتذكر أشياء كثيرة مع المرحوم الله يرحمه، وخصوصا يوم أنه يعني عند الفطور بالذات الوالدة الله يرحمها. الله يغفر لها. ويغفر لها. فكانت ما تتفطر إلا يعني خصوصا يوم الجمعة بالذات، لأن طول الأسبوع عبد العزيز كان مشغول جدا. بالذات يوم الجمعة تنطر عبد العزيز ييه قبل المغرب، قبل فطور ييه، فتأخر عبد العزيز. لحين أذكر الموقف هذه، أذن المغرب وبدينا قلنا يما بنت قالت اصبروا خلي ما ياكم عبد العزيز لحين صبروا شوية صبر. قلت يما عاد نفطر الحين وأذن المغرب لازم نفطر. قالت لها صبروا شوية يا يمكن ياي في الطريق. يما سووا له تلفون، يما شوفوا وين راح. يما فاتصلنا فيه قلت أبو سعود وينك أنت؟ قال أنا في التلفزيون أصور. ها زين ما دي امي تنطرك؟ يعني بسلم عليها وقول لها ان انا قاعد اصور وان شاء الله عقب ما اخلص من التصوير بايها. لدرجه ان يعني هي تنطره واذن المغرب ولحم مايه. فكان الله يرحمه يعني وايد حبوب للبيت للعائله كلها. عند الفطور ما شاء الله عليه يجي يقعد يسولف ويضحك، وهاي امه سويت اليوم؟ سويت اي وسويت؟ وين الثريد؟ وين الهريس؟ تقول لي باكو موجود. قالها زين. كان الله يرحمه مثل ما اقول فاكهة الفطور في البيت. لذلك افتقدنا هذه الابتسامة في شاشة تلفزيون قطر وايضا التلفزيونات الخليجية والعربية. الدراما نعم. بعد فقدان طبعا يعني هذا الرمز الكبير في الفن الخليجي والقطري بشكل خاص. خلونا ننتقل حق علي. يعني مثل ما ذكر اخوي محمد كنتوا تستغلون عبد العزيز اذا جاء، لانه يمكن بحكم عمله وارتباطاته كنتوا تشفقون انه يكون معاكم على السفره. صح صحيح. ايضا هناك اكيد مواقف يمكن ينقلها ابو سعود من العمل في التلفزيون كموقف او كمقلب الى منزله. تذكر لي شيء من هذه الاشياء؟ من ضمن المواقف كان عنده مسلسل يوم اخر، كان في طبعا هو كان يمثل الدور فيه سكران. فصادف انها ابو سعود بنفسه الله يرحمه قال لي السالفه هذه، فصادف ان حصلت حرمه. قالت له انت الحين في رمضان وكله تشرب؟ على بالها الصج وذي في رمضان وتشرب سكران وذي. يقول يعني انا استانست من الموقف ذي، ان هناك متابعه، في متابعه وهناك في صدق، يعني ان انا وصلت الرساله هذه. من ضمن ذكرياتي انا طبعا مع الله يرحمه ابو سعود، كنا ايام طبعا عمرنا على 14 15، احنا بحكم قرب البحر من بيتنا البيت. نروح نحدق العصر وكذا.
كذلك مسعود عنده طبعا طقوس في رمضان، قبل الفطور كان يلعب رياضة، كان يمشي وكان يلعب كرة قدم مع الفنانين وبعض لعيبة كرة قدم اللي يعني اللي كانوا موجودين أو اللي اعتزلوا قبل الفطور. فكان هالطقوس هذه ما يتركها أبو سعود الله يرحمه. أيضا من ضمن الذكريات كان قبل الفجر يعني بساعة ساعتين قوموا قوموا أكو أذن قوموا شربوا ماي، وقبل أذان قوموا شربوا ماي قبل ساعتين إيه، ونقوم ولا نشوف الساعة يعني مثلا إذا كان الأذان الساعة 4 يوقظنا الساعة 2 قوموا قوموا كلنا الإخوان البيت كلنا نقوم ولا الساعة 2 ما ندري سرعة ماي أو بنشرب لنا شاي أو شيء مقلب مع إخوانك مقلب إيه، لأن إحنا طبعا يعني كلنا مع بعض ننام وكذا يجي يوقظنا. وأيضا أبو سعود كان خاصة إذا كان رمضان يصادف الصيف كان يحضر البطولات اللي تقام في رمضان، دورات كانت تقام دورات في رمضان وانت يمكن تذكرها أخوي خليفة له لمسات عبد العزيز. أنا يمكن جربت ايه من خلال المسلسلات ايه نلعب له لمسات لاعب كرة ما شاء الله على مستوى يعني ايه، فكان يعني يشارك في الدورات هذه. أيضا بسعود احنا يمكن افتقدناه يعني الفترات الأخيرة لأن كان التصوير دوم في رمضان تصوير مسلسلات وذي إيه يعني فكان يكمل الحلقات في رمضان صراحة يعني افتقدناه إيه، ولا كان هو يعني كان يعمل جو أثناء الفطور وكذا كثير من وقته ما كان لكم كان لمشاهدينا ومتابعينا إيه عبر الشاشة. وكان حريص حريص إن المسلسل اللي في رمضان بالذات يطلع لازم يكون بمستوى، حرصا طبعا على يعني ذوق المشاهدين وعلى كذا، فكان حريص جدا جدا. بيبسي وكولا وكريم دراي، بيبسي وكولا وكريم دراي، اهلا وسهلا باللي جاي، اهلا وسهلا باللي جاي، اهلا وسهلا باللي جاي، اهلا وسهلا باللي جاي، اهلا وسهلا. هاي الثعل شو العلوم؟ الامور كلها مثل ما بغيت طال عمرك. زين والباقي دورهم جاي. جاسم يعني أكيد يمكن أنتوا الأكثر كأبناء افتقدتوا هذا الوالد الحنون الفنان الإنسان، تذكر لي أيامه وياكم في رمضان. الله يرحمه على كثر ما كان يعني مزحوم جدوله في رمضان وكثر ما كان مشغول، ولكن متواجد في البيت يعني بشكل دائم كان، يعني الفطور لازم معنا في البيت يكون، حتى أحيانا عند البروفات المسرحية تكون في رمضان يكونون مثلا الممثلين اللي معاه يفطرون في المسرح ولا يرجع البيت يفطر ويرجع المسرح مرة ثانية. في فترة من الفترات كان يعرض مسرحيتين في نفس الوقت اللي هم في بيتنا مرشح وألف باتا، مسرحية أطفال ومسرحية كبار في نفس الوقت، فكان عنده بروفتين في نفس الوقت، وكان عنده مسلسل أيضا في رمضان. وأذكر مسلسل عيال الذيب اللي كانوا يصورونه في زكريت في ذاك الوقت، أيضا كان تصويره أخذ لين نص رمضان، فكان هو صايم يطلع تقريبا درب كان ذاك الوقت ساعة ونص يمكن نعم يصور المسلسل عيال الذيب لأنه خلصوه شوي متأخر ويرجع. في رمضان على كثر ما كان مشغول إلا أن أجواء العائلية دائما كانت موجودة معاه، يعني نعم الفطور والسحور دائما يكونون في البيت. فترة ذكرها عمي علي فترة العصر اللي كان يروح يلعب كورة يودينا احنا معاه، كانت عند دوار الساعة الأول في الحديقة اللي موجودة هناك، كان احنا ياخذنا معاه ومع بعض الممثلين وعيالهم ونروح نلعب هناك قبل الفطور نلعب كورة معاه. الوالد الإنسان الفنان اشترك لكم، هو نفس الشخص الفنان والإنسان نفس الشخصية اللي يشوفها المشاهد المرح اشترك الطيب. لكم اليوم في هذا المجتمع في هذا الوطن الكبير ترك الاسم يعني إلى الآن احنا عيال عبد العزيز جاسم لنا يعني تقدير خاص من كل حد، من حد يعرف ان احنا عيال الفنان المرحوم عبد العزيز جاسم في معاملة خاصة تكون لنا احنا والسبة الوارد الله يرحمه. جاسم يعني ايش كان يقول لكم فنان عبد العزيز؟ الوالد كان يقول لكم يعني بما انه هو يهوى هذا الفن ويعشقه وايضا
وصله الرسالة اللي كان يبي يوصلها وصل كثير منها. هل اليوم أنتم على نفس الخطة؟ هل هناك منكم من يعني له نية للتوجه إلى مجال الوالد؟ يعني يمكن الوالد كانت عنده موهبة مش موجودة فينا كلنا، احنا يعني في قطاعات الآن مختلفة يعني. لكن كان يشجع عمر، كان يشجع عمر وايد، كان ياخذ عمر معاه المسرح، حتى انا كنت اروح، وسعود ويوم كان اصغر يروح، ولكن ما يشجعنا على التمثيل والمجال الفني. يعني هو يدري لصعوبته. نعم يعني كنا احنا يهتم في تعليمنا اكثر من واحنا صغار. يعني محمد، انتوا أسرة فنية يعني بلا منازع، هناك الرياضي، هناك الكاتب، هناك الممثل، هناك المذيع، كل واحد ترك بصمة لعبد العزيز. ماذا ترك عبد العزيز جاسم لمحمد جاسم؟ والله شوف عبد العزيز أخوي، يعني بالنسبة لي أنا، لأن أنا دخلت مجال الفن، أنا دخلت مسرح والتلفزيون وإذاعة، مثلت يعني الإعلام في دمي. وحتى عبد العزيز قبل ما يدش الأمور هذه كان يقعد وياي ويسألني وذي. طبعا هو تفوق عليه في الفتره الاخيره، طبعا انا رحت درست برا واخذت مجال واحد، وهو ما شاء الله عليه الله يرحمه. عبد العزيز فنان غير طبيعي، يعني صدق انسان حبوب محبوب، ودائما كل ما يشوفوني يعني دائما يسالوني عن شلون عيال عبد العزيز. مثل ما قال جاسم، عبد العزيز يعني صراحه كان يحب عياله واولاده ويجلس وياهم بالرغم من ارتباطات الكثيرة، حب لفنه، كان يحب عمله وبإخلاص، وترك لنا الحقيقة حب الناس. يعني عبد العزيز لولا عبد العزيز كان الناس طبعا ما كانوا يعني يعرفونه بالطريقة اللي نحن. على الرغم من أنكم أسرة يعني فنية، احنا أسرة فنية الحقيقة، وهذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، والمواهب ما تأتي، يعني تأتي من الله سبحانه وتعالى، سواء أنا ولا الأخ علي ولا عياله. ولكن عبد العزيز قلت لك غير طبيعي، يعني هو انسان ما شاء الله عليه، الله يرحمه ويسكنه الجنه. علي، ماذا ترك لك الفنان عبد العزيز جاسم؟ والله طبعا بسعود ترك امور كثيره لنا. احنا شكل ما قلت انت، احنا عندنا يعني من احمد اخوي الله يرحمه، الله يغفر له، رياضي، محمد اعلامي، طبعا يوسف مجال الهندسه، سلطان مؤرخ، انا رياضي، خالد أيضا معروف على المستوى الاجتماعي. نعم. لكن عبد العزيز بفطرته وإخلاصه لفنه، يعني يمكن هو اللي أعطى للعائلة أو لاسم عيال جاسم، أعطاهم الشهرة وأعطاهم محبة الناس. لأن أبو سعود يوم كان يعمل يعني بحكم بحب خلاص في عمله وكذا، فالناس حبته، فهذه محبة الناس انعكست علينا كلنا. نعم. يعني لما احنا شكل ما قال جاسم، لما احنا نروح مكان يعرفوا ان احنا اخوان عبد العزيز او عيال عبد العزيز، يمكن يكون لنا وضع غير او معاملة تختلف. نعم. من محبتهم لعبد العزيز، مش على اساس يعني شهرته، لا، محبتهم له، لانه بالفعل كان يعني محبوب، ومعاملته للجميع معاملة لا فيها تكبر ولا فيها كذا، كان فيها البساطة بالضبط، البساطة والخفة الدم مع الصغير والكبير. نعم. كلمة أخيرة تقولها أخوي جاسم. طبعا الوالد الله يرحمه يعني كان يعني طبعا فقيد يعني كبير بالنسبة لنا، ولكن إرثه ما زال موجود في الحياة، فإحنا دورنا إحنا نكمل هذا الإرث بالشكل المميز أو الشكل اللي هو طلع فيه. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. آمين. وإن شاء الله يعني نقدر إن إحنا نشيل هذا الاسم إن شاء الله. عز الله بتقدرون إن شاء الله. أخوي علي، كلمة أخيرة بتقولها. والله طبعاً إحنا يعني خاصة هذا في الشهر الفضيل نطلب للرحمة والمغفرة والدعاء له، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه يكون في جنات النعيم. وأشكرك أخوي خليفة، هذا واجب، لإتاحة الفرصة، ولي طبعا نتكلم عن المرحوم وذكريات المرحوم. مهما تكلمنا ما راح نوفي حقه اكيد. اخوي محمد، كلمه اخيره. انا اقول الله يرحمه غاب عنا بجسده وبروحه الحقيقه، ولكن ما زالت اعماله باقيه عبد العزيز، فهو الحقيقه صدق غاب عنا، ولكن ما زال امامنا، الله يرحمه ويغفر له. اللهم امين. واحنا نقول ايضا
دعواتكم للفنان الكبير الراحل عبد العزيز جاسم بالرحمه في هذه الليالي المباركه من شهر رمضان الكريم. على امل لقاء بكم باذن الله في حلقه اخرى جديده ومتجدده من برنامج رمضانيات، فالى اللقاء.